أكد عدد من الكوادر الطبية والتمريضية في مملكة البحرين على ضرورة مواصلة التزام المواطنين والمقيمين في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بحذر لمنع انتقال فيروس كورونا، معولين في الوقت نفسه على النظافة الشخصية كأمر ملح يساند الجهود الوطنية والطبية ويدعم خططها الهادفة بشكل أساسي إلى منع انتشار فيروس كورونا والتقليل منه. ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، تمضي مملكة البحرين بخطوات متقدمة في وضع الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة والخطط الرامية إلى التعامل الأمثل مع فيروس كورونا للوصول للأهداف المنشودة من خلال وضع أفضل الاستراتيجيات الهادفة لضمان سلامة وأمن الجميع. عدد من الأطباء أكدوا على وقوفهم مع فريق البحرين في مجابهة الفيروس والحث على مواصلة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مساعدة المواطنين والمقيمين في النجاة إلى بر الأمان والكشف الدقيق عن أي حالة مشتبه بها سريعاً. حققت مملكة البحرين إنجازات في مستوى التصدي لفيروس كورونا من خلال تسخير مختلف الإمكانيات والطاقات البشرية لتعزيز سبل مكافحة الفيروس وانتشاره في المجتمع البحريني، فيجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات في كل الأوقات وجميع المناسبات اعتبارها من أبرز أسباب انتشار عدوى فيروس كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. هناك بعض الإرشادات التي يجب علينا أن نقوم بها عند لبس الكمام، وهي عند لبس الكمام يجب أن نغطي الأنف والفم معا، يجب أن لا نخفض الكمامة أثناء التحدث، بالإضافة إلى ذلك يجب عدم لبس الكمام عند لبسه، وعند إزالة الكمام أو عند ارتدائه يجب غسل اليدين في كلتا الحالتين قبل ارتداء الكمام وبعد إزالة الكمام. طبعاً التباعد الاجتماعي من أهم الاحترازات الوقائية التي يجب العمل بها لأنها تحد وتقلل من فرص انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. هذا وأشار عدد من الأطباء إلى الوجوب في أخذ الحذر والحيطة القصوى من سلالات فيروس كورونا المتحورة لقدرة انتشاره السريع جداً، مؤكدين في الوقت نفسه على أهمية أخذ التطعيم المضاد للفيروس لما يشكله من حماية للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي. احنا اليوم نواجه تحدي كبير، وان شاء الله بتكاتفنا وجهودنا مع بعض راح نقدر نتغلب عليه، عشان كذي لازم دائما نذكر انفسنا ونذكر الناس اللي حوالينا باهميه الالتزام بالاحترازات الوقائيه اللي من شانها تقليل ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا وسط افراد المجتمع. مواصله الالتزام بالاجراءات الاحترازيه ضروري جدا للحمايه من الاصابه، وخاصه في هذه الايام في ظل الانتشار السريع للفيروس المتحور عالميا. اهم الاجراءات الاحترازيه هي لبس الكمام بالطريقه الصحيحه، الغسل الدوري لليدين بالماء والصابون، تفادي التجمعات واختصار الاختلاط على العائله المصغره داخل البيت الواحد، تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في كل الاوقات. استمرار المجتمع بالالتزام بكافة الإجراءات وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن هو واجب وطني على كل فرد من أفراد المجتمع، والذي يؤكد على حرص الجميع على الوعي المسؤول الذي يتسم به المجتمع البحريني، الذي سيجعل مملكة البحرين قادرة على الحد من انتشار هذه الجائحة العالمية وانحساره. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.